في مجتمعنا الفلسطيني تقسيم المهام جوا بيوتنا بين الرجال والنساء مش عادل للأسف. بتلاقي المرأة بتشتغل برا البيت وجوا، وأغلب مهام البيت والتربية عليها لحالها. هذا الوضع فيه ظلم، هذا الوضع بمنع المرأة الفلسطينية تأخذ حقها الاجتماعي والسياسي وكمان بهمشة. الرجل الإيجابي هو إنسان حقاني، هو إنسان بتحمل مسؤولياته في بيته، ما بترك زوجته لوحدها، بشاركها وبيكون حاضر. هو إنسان بعرف أهمية مشاركة المرأة وأهمية دورها الاجتماعي والسياسي. البيت هو نقطة البداية، في بيتك كون حقاني.